نعمل مع بعض النهارده تجربه عمليه، هنعمل مع بعض تجربه عمليه، ومعانا مازن هيعملها معانا. معايا الدمبل، عندنا ثلاث كوبايات فيهم ميه. ثلاث كوبايات فيهم ايه؟ ميه. احنا عارفين ان لون الميه لونها ايه؟ ابيض. عايزه صوتكم معايا، لون الميه لونه ايوه ابيض. طيب معانا الوان، ده لونه ايه؟ اصفر. اصفر. وده لونه ايه؟ احمر. يبقى ده اصفر وده احمر، واحنا عارفين الميه لونها ايه؟ ابيض. هنحط كل لون في كوبايه ميه من الكوبايات الثلاثه، وهنسيب كوبايه زي ما هي، وهنحط واحده لونها احمر في كوبايه واللون الاصفر في الكوبايه الثانيه، وهنشوف الميه هيحصل لها ايه. هنشوف الميه هيحصل لها ايه. معايا كده؟ يلا يا مازن هات المعلقه. دوب يا مازن الميه، دوب الميه. ايوه دوب. يلا كمان كمان. يلا معايا الستار. شفنا لون الميه بقى لونها ايه يا حلوين؟ احمر. بقى لون الميه ايه؟ احمر. عشان عملنا ايه؟ دوبنا الميه، دوبنا اللون في الميه. دوبنا اللون فين؟ الميه. الميه بقت لونها ايه؟ احمر. طب ماشي، نيجي نقارن الكوبايه دي بالكوبايه دي. الكوبايه دي لونها ايه؟ اصفر. ابيض. الكوبايه دي لونها ايه؟ احمر. عشان احنا دوبنا اللون في الميه. بس دي اسمها خاصيه ايه؟ الذوبان. اسمها خاصيه الذوبان. خاصيه. طب تيجي نجرب لون كمان؟ معانا لون ايه يا حنين؟ اصفر. اصفر. معانا لون اصفر. يلا ندوب كده يا مازن لون اللون الاصفر في الميه. شايفين؟ شايفين يا حلوين الميه بقى لونها ايه؟ اصفر. الميه بقى لونها اصفر. الميه بقى لونها ايه؟ اصفر. يعني بعد ما عملنا ايه؟ بعد ما دوبنا اللون في الميه، بعد ما دوبنا اللون فين؟ الميه. فبتيجي نبص للكوبايه دي والكوبايه دي. الكوبايه دي لونها ايه؟ ابيض. والكوبايه دي لونها ايه؟ اصفر. فدي علشان دوبنا فيها اللون فبقى لونها كده. شوفوا الفرق بين دي ودي. عشان دي اسمها خاصيه ايه؟ الذوبان. اسمها خاصيه الذوبان. عايزه اسمع كلكم، اسمها خاصيه الذوبان. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.